باش نحكيو على الميركات وحنبع المجبري وايضا غيلان الشعلالي اللي قريب برشا باش يكونوا في انديه جديده في فقره ميركاتو. ميركاتو نبدأ بحنبعل ولا غيلان أمير؟ نبدأ بحنبعل يلا نبدأ بحنبعل مجبري اللي يبدو أنه الأمور ماشية في اتجاه إمضاء عقد رسمي مع بيرنلي الإنجليزي. بيرنلي ناشط في الشامبيونشيب الإنجليزية الفريق هذية، ولكن المرة هذية مش بش يخرج على نطاق الإعارة حنبعل، بش يمشي في انتقال نهائي بعقد لمدة 5 سنوات من مانشستر أو 4 سنوات عفوا، من 2024 حتى جوان 2028. هو الأمور كانت من الأول ماشية على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم مع إلزامية الشراء، لكن يبدو أنه حنا بعل والزوز أندية كانوا تفهموا أنه بش يكون فما انتقال رسمي، طبعا حسب الصحفي المختص في الأخبار متاع الميركاتو فابريزيو رومانو. نهاية قصة حنا بعل مع مانشستر يبدو على ما يبدو هي قصة كانت واضحة وأنها موش مكتوب وأنها تنجح، ولا احنا تقريبا حنا بعل معناها الحاجة الوحيدة اللي قعدت لنا في البال هو معناها مبلغ الانتقال متاعه معناها المانشستر اللي كان تقريبا 10 مليون يورو. دونك الناس الكل قاعدة تستنى، معناها يقول لك مانشستر شاري ملاعبي بالفلوس هذيك، يا أخي مانشستر ما يعرفوش هذيك هو شنو الشارع التونسي. ولكن صراحة هاني أنا بعال ملي جاي المنتخب مريناش بصراحة المردود الكبير اللي يخليك تقول اي سيد هذا والله يلعب في مانشستر. معناها اوكي عمل مباراة طيبة راه وماناش هنا ننقدوا فيه، يعني عمل مباراة طيبة ولكن ما تحسش برشا فرق ما هو غيره مش معناه ما ترى كي تراه حنا بعل مثلا في مبارياته مع منتخب ما تراش فرق كبير بينه وبين الملاعبيه كسوال يلعبوا في بطوله اخرى ولا حتى يلعبوا في بطوله تونسيه. الى با كونفيرمي بيتيتر كو هو الى بوكو تالون، ولكن الى با كونفيرمي يمكن تحط في ظروف ما يشبه. نعرف زاده مانشستر اموره ماهيش ياسر طيبه على المستوى الفني تقريبا من اللي جا المنتخب امير من عرش كان ملعب حتى موسم طريقه منتظمه، معناها كملاعب اللي عنده في ساقيه ماتشوات كل جمعه يلعب ما فهمش حتى في موسم في المنتخب. الكومبيتيسيون الوحيده كانت الكاس العربيه معناها اللي تعمل في قطر، هذيك اللي لعب فيها لا نحكي فيها مع الفريق نتاعو كي يجي المنتخب نتاعو حنا بعد تو في الكبير ما لعبش معناها كي تحسب له انت يمكن تو 4 ولا 5 مواسم ما يجيوش حتى 5 مباريات. نعرفوا حتى عامله كي مشات سي في ما نجحش انه يلعب وهبط في بعض المباريات، ومن بعد تقريبا 6 ولا 7 مباريات الاخر نتاع الموسم ما كانش موجود حتى في القائمه معناها فوالا. دونك هنا مشكل زاد هو نتاع اختيارات راه حنا بعد قاعد يعمل فيه. حسب رايي انا يمكن هو مونتالمون زاد لو فيت يقول لك انا اليوم موجود في مانشستر ما يحبش يمكن يتيح من ستوندينغ هذاك، ولكن لازم يفهم اليوم وانه لازم يمشي الفريق اللي باش يلعب فيه باش يعاود يرولونس الكارير نتاعو ويبروف هو شنو عنده في ساقيه. من بعد اذا كان هو فريمون عنده من الامكانيات ما يسمح له باش يلعب من الانديه من المستوى نتاع مانشستر تو يلعب فيهم بطبيعته. اختيار بيرلي انا معناها اوكي هو اختار وعنده اداره اعمال وهو زاد يفكر في اختياراته، ولكن حسب رايي ما راهش اختيار صايب بالنسبه له، لانه نعرفوا بيرلي معناها طلع من هنا وعاود طاح للتشامبيونشيب. اليوم باش يكون موجود في الشامبيونشيب اللي هي راهي 10 مرات اصعب من البريمير ليغ، راه الناس اللي ما تعرفش راهي الشامبيونشيب صعيبه ياسر ياسر ياسر، وحتى من بعد في طلوع يطلع الاول بركه والاخرين يلعبوا براج فصعيب ياسر. ما نعرفش علاش هو اختار انه يمشي للدرجه الثانيه، يبدو انه حتى التجربه نتاعو مع برمنغهام كانت ناجحه شويه، لانه معناها حتى في الارقام مع برمنغهام لعب 38 مباراه وقتها، صحيح مش برشا دقائق نحكيو على 1950 دقيقه امير ما نعرفش قداش يجيو تقريبا كي نحسبوهم بال90 هدف وخمسة تمريرات حاسمة. أوكي موسم مش كارثي لكن أيضا مش موسم متميز مع برمنغهام، تقريبا 20-21 مباراة موسم طيب، ولكن أنا شخصيا مثلا كنت فضل أنه يرجع للدوري الفرنسي يكون موجود في ليغ أون معناها خير، لأنه غادي العينين أكثر غاديكا معناها وين الناس ينجم هو بيدو يلقى راحته، لأنه نعرفوا اللي هو تكوينه فرنسي. يمكن هو خمم تخميم آخر، يمكن زاد بار اوبليغاسيون، لانه نعرفوا اذا كان اليوم تحكي انت على صفقه انتقال معناها فما مونطون باش يدفعوا بيرنلي، يمكن هي اعاره على مع الزمية الشراء الزمية مش يمكن مقاش معناها مانشستر هذا هو العرض اللي ماديا يناسب مانشستر. دونك ينجم هو يلقى روحه في وضعيه بلوز او موان اوبليجي عليه وانه يمشي لبيرنلي، ولكن زاد عقد 4 سنين في بيرنلي اذا كان الفريق هذا ما ينجحش وانه يصعد، ونعرفوا ملاعبي وحده مش ينجم يطلع فريق ما كانت امكانياته. دونك ينجم حنا باع راه يتالق ويلعب ويكون ممتاز، ولكن يقعد ديما غادي على الاقل 4 ولا 5 سنين لو طون اللي هو باش يجيب اوفر البيرلي. دونك
اختيار ان بو ريسكي. ان شاء الله اهم شيء وانه يلعب، اهم شيء زاد وانه بيرلي عاود يرجع للبريمير ليج، باش هكاك نعاودوا نراو ملاعبي اللي احنا معناها نحبوا نراو عده ملاعبيه، نراو يلعب في اقوى بطوله في العالم، وعلاش ليه يتعدى بيرلي الجمعيات مخير كسوا في الدوري الانجليزي ولا في دوريات اخرين. ولكن سيان شوا بصراحه اللي ان بو ريسكي، معناها خاطر هنا باش يلقى دو تشالنج، زوج تحديات. التحدي الاول ساعه انه هو يفتك مكانه كاساسي، وذاك علاش حتى انا كنت شاطرك الراي، علاش الاختيار نجم يكون مش صعب برشا نتاع بيرلي، لانه الحقيقه شفت انا حتى الشكل نتاعو مقابلات الاخرين والكل في وسط الميدان، فما لاعبين اللي يبدو انهم نفس بيرلي حافظ على نفس الملاعبيه اللي كانوا موجودين عامناه في الدرجه الاولى معناها دونك هذاك علاش قلت لك الى ان دوبل تشالنج، معناها التشالنج الاولي هو يفك مكانه كاساسي، والتشالنج الثاني وانه بيرلي ينجح وانه يرجع للبريمير ليج اللي هذا مش يكون سهل. ولكن كيما قلت لك يمكن هو لقى روحه في وضعيه شويه اوبليجي، يمكن هو زاد خم في الجانب المادي، لانه نعرفوا هولندا في الشامبيون شيب عندها ميزانيات كبيره وكبيره برشا، سالير قوي، سالاريات كبار برشا. ما نعرفش هو اسكو هذا اختيار ومشي اكثر على الجانب المالي، اسكو هو يحب يقعد في انجلترا. ولكن بصراحه انا شخصيا كنت نرى نفضل وانه يرجع مثلا الدوري الفرنسي في الدرجه الاولى، اللي نسمعنا انه عنده بعض العروض عامناه، وكان فما حديث وانه حتى اولمبيك ليون حاجته به. فالمفروض اذا كان، ما نعرفش اذا كان عرض اولمبيك ليون مازال متوفر ولا هذا، ولكن اذا كان ليون موجوده قدامه ويمشي لبرلي لهنا يمكنش يقول لك زاد نمشي شي ليون مثلا ويصير لي كيما اشبيلي لعب عملنا سته مقابلات 101 دقيقه، معناها كل ما يجوش مقابل نعرفوا ليون اللي خرج جون ميشيل اولاس والمستثمر الامريكاني يحب يبيع توا، معناها ليون ما عادش فيها كل الملاعبيه الكبار. ليون تقريبا الموسم الفارط كان في وسط تابلو، دونك ما عادش ليون اللي نعرفوه يلعب على البطوله ويلعب معناها باش تعدى للتشامبيونز ليغ ولا الاوروبا ليغ، دونك ولا معناها الزوز ثلاثه موسم الاخرين تقريبا من الانديا وسط ترتيب في فرنسا، دونك فريق اللي نتصور حنا بعد كان ينجم يلعب فيه، وميم طون فريق كبير اللي قاعد يعاود يبني في روحه ويعمل في تشكيله شابه اللي نجم علاش ليه حنا بعد يلقى روحه بعد عامين ثلاثه يلعب تشامبيونز ليغ. بون طولوا شوي فيه ان شاء الله ينجح كما قلت لك، هو يفك بلاصته وان شاء الله بيرلي تنجح باش ترجع للانديه النخبه في انجلترا ان شاء الله. نكملوا الدقيقه ونص اللي مازالوا مع غيلان الشعلالي امير، بعد سيف كامل غيلان وين؟ غيلان في تونس، غيلان يواصل مع الترجي في الخليج، غيلان الشعلالي يبدو انه على ابواب الامضاء مع فريق اهلي طرابلس الليبي، فريق يلعب كاس الكونفدراليه الافريقيه، فريق مدربه شكري الخطوي، مساعد مدرب سامح الدربالي، وفيه لاعب تونسي اللي هو مراد الهذلي وزميله السابق حمد الهوني في الترجي. هو ساعة غيلين النقطة الأولى، أنا شخصيا ما فهمتش علاش خرج من الترجي، معناها بكل صراحة ما تمش تجديد العقد. سمعنا الناطق الرسمي للترجي قال هو طلب أنه يحب يغير الأجواء ويخرج، معناها حابين احنا نجدوا مع العقد، هو طلب لهنا ما نعرفش أنا وقت هو رجع للفور ما حب يبدل الأجواء، هذا غريب. معناها غيلين كمل الموسم كقائد فريق، عمل لهم فانت سيزون مش كبيرة ياسر ولكن محترمة متوسطة محترمة، ورجع المنتخب ما نساوش اللي كان في طرابلس الأخير ولعب في المباراة الأخيرة مع منتصر لوحيش ونيس بوسعادي. علاش هو اختار باش يخرج ما نعرفش. بون سيف كامل كنا نسمعوا اللي هو عنده وجهة خليجية، يمكن ما كتبتش. اليوم مشى الاهلي طرابلس الليبي، فريق كبير في ليبيا، فريق كل عام تقريبا يلعب على التيتر، عملناه الكامل ثالث، يلعب توا في الادوار الاقصائيه نتاع الكاف. نعرفوا زاد فريق اللي عنده امكانيات ماديه كبيره، مع مدرب تونسي اكيد غيلان. ان شاء الله اللي سمعناه احنا انه الصفقه يمكن تعطلت ملولين، وكان فما شويه دوت على الحاله الصحيه نتاعه، ولكن تقريبا عملوا الفحوصات تاو الطبيه كله، تاكدوا انه هو اللي معناها 100% على الاصابه القديمه، هذا هو اللي 100% بارابور الاصابه القديمه. اكيد غيلان ملاعبي ممتاز، وفريق اهلي طرابلس راهو فريق كبير بكل صراحه في ليبيا، نتمنى له هو التوفيق، ونتمنى له الكوتش زاد شكري الخطوي انه يتوفق مع اهلي طرابلس. اكيد، وكما كنت انت زاد لاعب ممتاز امير الدريدي يعطيك الصحه خويا، شكرا لك على الحضور. كان هذا كل ما عندنا بالنسبه لليوم في سبور ماغ، موعدنا يتجدد غدوه من 7 حتى 8. كان معاكم هاني ابراهيمي، شكرا نادية، شكرا حسام، ملتقانا غدوة من 7 ل 8 على ديوان اف ام. انتم تسمعوا في سبور ماغ.